في حفيد المصطفى وشبيهه خلقا وخلقا من سلالة هاشمي. أنا لست أنسى يومه في كربلاء لما تقهقر عنه جيش الظالمين، ترك ابن غانم وهو فارس قومه ملقا على الرمضاء وليس بغانم، ولوى يا عنان جواده نحو الخبا وبقلبه حر الظما كالصايا يقول نادى يا أبي يا سلالة حيدر يا روح حيدرة ومهجة فاطم. شيريد الأكبر يقل أبويا اروي ظماي بشربة يا والدي، اروي ظماي بشربة يا والدي حتى أعود إلى الكفاح القايا يا يا يقوم يا الولوى عنان جواده نحو الخبا وبقلبه حر الظما كالصائم، ولوى عنان جواده نحو الخبا وبقلبه حر الظما كالصائم، يصيح بصوت بويا حسين عطشان ذابت مهجتي من حر الأكوان من حر الشمس ناحل وخلصان، دليل هنا يا بن سيدي يا أعلى يا النبي يا النبي يقول قل عديت وفرحت القلب بعدك وعملت أعمال حامل جار بويا بعدك على الدنيا العفا يا الولد. قولوا يا الحسين على الدنيا العفا يا الولد بعدك وعلى المكتوب يا وليد اش بدي من شاف عليها جت احزان قعد يمي يقل حسين انا يا شبه المصطفى المرتفع شانه يا دحاتشين ترى قلبي تمرد عسى قلبي قبل عسى جسمي قبل جسمك توذار صد عنك يا ابويا شلون مقدار على الدنيا العفا بعدك
يا الاكبار صد عنك يا ابويا شلون مقدر يا على الدنيا العفا بعدك يا الاكبار إذا على الأكبر ما مؤهل إلها، منو المؤهل بعد؟ اللي هو شبيه المصطفى خلقا وخلقا ومنطقة. شقد يحب الحسين، شقد يحب النبي الحسين، تعلق بجدة صلى الله عليه وآله، دائم الشوق الحسين، هو يشتاق الجدة. الله عز وجل رزقه وليده هذا علي، يقول فكان الحسين دائم النظر إلى علي الأكبر. حتى الشعراء يوصفونه يقولون من طلع شبيه المصطفى شل بدر هل هل. شون البدر؟ شبيه المصطفى شل بدر هل هل، بزغ وام المعالي تصيح هلا هلا، ام المعالي الحرب. غنال الرمح والسيف هل هل، او رقصت روسها فرسان ومية. نعم، بس روس الطافر يمينا يسارا، خوش تشبيه. الحسين عليه السلام من طلع علي الأكبر، هذا أول مرة في المقتل ينذكر بس العلي الأكبر. يقول حميد بن مسلم طلع علي الأكبر صاح للحسين إلي يا بني علي، يقول شبقه خلاه على صدره سلام الله عليه، ووقعوا للأرض، طاحوا طاحوا للقاع، بكى الحسين إلى أن وقع إلى الأرض. قام ودع أباه وطلع مشى خطوات يمشي علي الأكبر، الحسين ورا يمشي، ما بقى واقف، يمشي ورا إلى أن وصل إلى حومة الميدان. الحسين عاد رفع صوته لعمر بن سعد، قال له عمر بن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك، كما قطعت رحمي ولم ترعى أو ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. اللهم اشهد لقد برز إليهم أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. شلون ودع الحسين؟ قال داري اهدى وشبق ابنه وتحسر، داري اهدى وشبق ابنه وتحسر، قال لو داعت الله والدمع خر. إيه لما نراح لما نراح ويلي راحت وياه روح حسين للميدان ترعى، ليا لعليه من عد الفكر تاياه سلوتها وشبيه النبي الأطر. إيه بالحام علي وليلة بالخيام، عقلها ويا الولد بالمعركة هام، يحق له علي الأكبر بدر تام، تخاف عليه وتحاذر من الشر. يا ناياس بالخيمة بالخيمة وغدت تنظر مجانة، خالي والقلب هاجت أحزانه، تقولي روح ابني وظل أنا أعيش شلون، أعيش شلون يما بعد ما أقدر. يقول ودحهم وطلع علي الأكبر، ووقف الحسين سلام الله عليه بباب الخيمة ينظر إلى حملات علي، مسرور بحملات علي، أم واقفة بباب الخيمة تباوع للحسين، مسرور فرحان يعني علي الأكبر سالم. تقول شوية وإذا شفت وجه الحسين تغير، قلت له أبا عبد الله فداك الوجود، لكن أنا أم وغريبة بهاي الصحراء، هل أصيب ولدي بسوء؟ قالها لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف القلب منه عليه. قالت له شو اسوي ابا عبد الله؟ قالها دخلي للخيمه ادعي له ليدك، النبي يقول دعاء الام بحق ولدها مستجابه. طبت الخيمه هليله ونادته
يا الجبر القلب يوسف كسرته يا إلهي بالحسين وغربته. إيه ردت ابني منك ترجاها لأن صوت الصايح بلحظة انقطع ما درت ياه الصرع ياه انصرع خمد عج الحومة والأكبر طلع الراس بيده وطلعت اشمحلاها بعد يا شاعر قال اقبل العودة يتفطر مبسمة من العطش يشكي الى نار المظرمة يقل ابويا شربت ماي اقوى على الظمة ويدري هاي الشربة ما يلقاها يقول طلع للحومة وبعد من جيته راح قلب حسين منا براحته والمهار للقوم اخذ بجثته وصاحبه يا جيت لا ترجاه. يقول الراوي رجع للحسين ينادي ابا العطش العطش بعد ما جند البكر ابن غانم وجاب راسه وهو يصيح ابا حسين الفارس اذا انتصر يعطى جائزة وجائزتي هين اريد شربة من الماء. فثقل الحديد قد اجهدني يا ابويا. يقول الحسين نظر لقل ابويا علي تعال تقرب لي ضع لسانك على لساني. تقول الرواية وجدوك الخشب اليابس وحسينا شنو الحل؟ قال له ارجع الى الميدان قاتل فما اسرع ان تلقى جدك محمد يسقيك بكأسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها ابدا. يقول رجع يقاتل بحومة الميدان وهو يرتجز ويقول هم من شافوه بطل تفاجأوا بطولته بشجاعته. يقول ظن القوم أن هذا علي بن أبي طالب بعث من قبره فصاح أيها الناس أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي آجركم الله بينه هو يقاتل وإذا مر ابن منقذ العبد. يا الله هذا شبيه المصطفى. تدري الحسين ايش قال؟ قال على الدنيا بعدك العفو بويا ما عيش وراك علي. يقول وإذا بهذا اللعين برمح طويل ضرب الأكبر على خاصرته ثم بالسيف على رأسه وعليا أيوة غريباه وشهيداه. الله يرحمه بالنصار قال عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد ايه على الراس وقع وتوارد يا بسيوف الناس شبق على المهير ويل والمهر فر شبق على مهر لباليه ودي لبوه حسين عن القوم يحمي. وسوى المهر قال وثار المهر للعدوان فربي وشبه بموسط العسكر اجركم الله اجتمعوا على الأكبر من كل مكان هذا يضرب بالسيف وهذا يطعنه بالرمح
يقول صاح صيحة أخيرة أبا عبد الله أدركني عليك من السلام. الله أكبر. تقول السيدة سكينة شفت الحسين راح لغير جهة الصوت، صحنا لأبويا حسين منا الصوت، قال لا تلومني. أويلي أويلي من سمع صوت غابت موجته منا. ثلاث مرات قام وطاح. يقول ثلاث مرات قام وطاح لا كان يجذب الون، سمعت صيحة النسوان وصارت بالخيم حنة، وردي سكت النسوان وتعلنا الخطة الميدان. شلون شاف ابنه؟ قال شاف موسد التربان، قعد يم راس مدلولة وعينه يسيل مجراها، يقولون شال راس الأكبر خلاه بحجرة وقام ينعى عليه، يقول أخو مد نور العيون ولا بعد ظنه. بويا ماكو ظنه تقعد، بويا علي تفتح عيونك. بويا خمد نور العيون ولا بعد ظنه، ودربو يا المدلل بيشا وجدنه، عقبك بيشا وجد الدرب يا عيوني، على وليد المدلل خابت ظنوني. شوف شي يقول له، يقول له تغير لون وجهك يا بعد لوني، مو يومك الساعة نريد نتهن. يقل أبو يا مو يومك الساعة نريد نتهن، نتهنى بعرسك والعمام تشوف، شي تبني المنصة وشي تعدل الحوف. ايش بي بزفة الرماح ونبل وسيوف، يقل ابو ايش بي وبعد لذته بنفسه، يا محبوب يا مونس هلا بحسه. اسمع شي يقل له، يقل له يا عريس ما تهنى ولا بعرسه. اي والله يا اغرب شي بالروايه، يقول الحسين بكى على الاكبر بالمعركه، رادي شيله ما قدر ما استطاع، يقول نظر الى رجال بني هاشم قال يا بني هاشم هل امه واحملوا علي. انت بقلبك ببصيرتك من بني هاشم، ياهو ياهو يصيح بالله، ياهو القائد، ياهو الكبير، ياهو حامل اللواء بعد عدل العباس، مو؟ يقول صاحب صوت يا عباس لم، يا عباس لم وليد ورد حضن الوشم. ويا الحملة بعد ما بي أشهم، جابه وخلاه بالخيمة وإجت أمه، قال إجت ليلة وقعدت يم ابنها، ظل يهمل على جروح جفنها، ايه جفنها، اي والله جفنها، ايه ما ماتت بصفة زين منها، رادت تحط راسها بحضنها وحسين امر وخرنها لا تموت. شو تقول له بعد؟
حتش مودعة أم تودع ابنها شو تقول له؟ تقول له تشنيت عيني يا الأكبر وين طفت عيني. الله أكبر، مو لو لا. تقول له تشنيت عيني يا الأكبر وين طفت عيني، بأشي فيد عقبك صفق جفيني. مالي لوم يا ابني ولا اعتاب عليك، موزع بالمواضي والطبر ما ذيك، تحشو وياي الاكبر بعد ما بيك، وانا عندي شبقه وياه اللي يسليني يا يما. الحسين تقول له شنت عيني بخدمتك عيده، تقول له شنت شنيت عيني يا الأكبر وانطفت عيني، بياش يفيد عقبك صفق جفيني. أنا مالي لوم يا ابني ولا اعتاب عليك، موزع بالمواضي والطبر ما ذيك. شوف شو تقول له، تقول له تحجو وياي يا الأكبر بعد ما بيك، ونش عندي بقى وياه اللي يسليني. الحسين شي قال له بيت الدعاء، قال له عديت عديت وفرحت القلب بعداك. وياه 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 فرح قلبه، مكسور قلب الحسين على وليده. قال له ابويا عديت وفرحت القلب بعداك، وعملت اعمال حامل جار بعداك بعداك على الدنيا العفا يا الولد، على الدنيا العفا يا الولد بعدك، وعلى المكتوب يا وليد اش بدي، على المكتوب يا وليدي ونا ونا ايش بدي. يا مأجورين رحم الله من ذكر القائم من آل محمد فصلى. يا علي يا علي مأجورين إن شاء الله. طيب الله أنفاسك شيخنا، أحسنت، الله يحفظك إن شاء الله. مأجورين إن شاء الله بالعافية عليكم، خوش دمعة وخوش ليلة، ليلة الأكبر وليلة الشباب إن شاء الله، فدوا روح لكم. هذا وليد الحسين، يلا مأجور إن شاء الله، رتب العزاءك خطوتين ثلاثة للخلف حتى تلطم براحتك. يا حسين ومصاب يا ابن أمي ويصوي عيني، يا يا ابي خويا الدهر ما ذيني.